هذه المرأة التي تبذر الأرض، وتلك تقود الجرارة في مواسم الحصاد، والأخرى تخبز العجين جانب التنور، والثانية تجمع الثمار عن الأشجار، وجارتها تعتني بالدجاج والأبقار والماعز، وكلهن معا يذهبن إلى الأسواق لبيع بضائعهن ومنتجاتهن الريفية، مرتديات ثيابهن الشعبية. إنهن نساء الريف اللواتي يشرقن على الأرض مع الشمس ولا يغربن عنها إلا مع غروب الشمس. يصادف 15 من تشرين الأول اليوم العالمي للمرأة الريفية، حيث تؤكد إحصاءات عالمية أن النساء تشكل نسبة كبيرة من اليد العاملة في الزراعة، ويساهمن بشكل فعال في الإنتاج ودعم الأمن الغذائي وإدارة الأراضي والموارد. نساء الأرياف، وبعد سنوات من الحرب التي يشنها النظام على بيوتهن وعائلاتهن وأراضيهن الزراعية، مع غياب المنظمات التي تهتم بتمكين المرأة الريفية ودعمها، تراجع دورهن الاقتصادي مع تضاؤل المساحات الزراعية ونزوح ولجوء العائلات عن الأرياف المنكوبة، وتراجع القطاع الزراعي والحيواني إلى درجات خطيرة. بعد مرور سنوات عجاف على مأساة السوريين ومعاناتهم، ما عادت المرأة ولا الأرض بخير.